رمضان ليه روح، باب للجار مفتوح، وعيال بالفوانيس رايحة وجاي تغني لرمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا كل متابعينا ومتابعين قناة مدارس الإيمان الخاصة، أهلا بكم في فيديو جديد من عادات وتقاليد الشعوب في رمضان. رحلتنا النهاردة لدولة شقيقة وهي دولة السودان، صاحبة العادات الرمضانية الجميلة والممتعة في نفس الوقت، حيث اعتادت النساء السودانيات أن يجودن القرآن الكريم صباح كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. كما اعتادت النساء السودانيات أيضا على تغيير أواني المطبخ ابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك. ولكن من أجمل العادات التي قد تجعلنا نقوم الآن ونشد الرحال إلى دولة السودان لقضاء شهر رمضان برفقتهم، هي عادة أنهم اعتادوا على الإفطار بصفة جماعية طوال شهر رمضان، حيث تعد وجبات الإفطار وتوضع في ساحات كبيرة واسعة، ويقوم الشعب السوداني بالإفطار إفطار جماعيا طوال هذا الشهر. نتمنى أن رحلتنا للسودان تكون رحلة ممتعة، وإلى أن نلقاكم في رحلة جديدة ودولة أخرى وعاداتهم وتقاليدهم الرمضانية. دمتم في رعاية الله. أهل وأحباب مع نمة أصحاب، ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان.